نمشي معكم خريطة في الكتاب الأحمر. نمشي للصفحة 94 في الكتاب الأحمر. شوفوا معايا الخريطة مزيانة عافاكم. العنوان ديالها مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. إذا كاين مفتاح واضح، كاين مناطق احتلت قبل 1912. مناطق احتلت قبل 1912، تذكروا مثلا عطيتكم مثال، كانت سنة 1917 احتلوا، عفوا 1907 فاش احتلوا الدار البيضاء واحتلوا وجدة، ثم توسعوا في المناطق المجاورة. كاين لون آخر، مناطق احتلت ما بين 1912-1914، مناطق احتلت ما بين 1912-1914، دائما حنا قريب من السواحل. المنطقة الثالثة بهذا اللون البنفسجي، مناطق احتلت ما بين 14-20، لاحظتوا معايا هي المناطق الجبلية، المناطق الجبلية. باللون الأخضر مناطق احتلت ما بين 21-26، واللون الآخر مناطق احتلت ما بين 1931 حتى 1934. وهنا دايرين واحد الإشارات، نسبتهم لليا هاد المناطق أو المدينتين كما قلنا، راه الاحتلال ديالهم كان منذ القرن السادس عشر. إذا الخريطة جميلة جدا، اش كتبين لنا؟ أن المغرب لم يحتل دفعة واحدة. حنا ملي قلنا مثلا المغرب استعمر، استعمار المغرب سنة 1912، إلا يجب أن نعتقد بأن في نفس السنة وفي نفس اليوم اللي هو 30 مارس أن المغرب تم احتلاله، لا، أن المغرب تحتل عبر مراحل. إن تحتلوا بصفة نهائية تم آخر سنة 1934. إذا إلا بغينا مثلا نحسبوا الفترة الزمنية اللي تستغرق المستعمر باش يحتل المغرب، راه تقريبا حوالي ربع قرن. إلا بدينا مثلا من 1907 حتى 1931، يعني فرنسا ولا إسبانيا باش يحتلوا المغرب كاملا، يعني استغرقوا ربع قرن على عمر ديال الشاب 25 سنة. إذا لا تعتقدون بأن المغرب استعمر سنة واحدة في 1912، الخريطة اللي كتشوفوا تستعمر، ولا بالعكس أن المستعمر استغرق في احتلال المغرب مدة طويلة اللي هي 25 سنة. وعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل؟ شي سؤال يمكن يطرح نفسه. مثلا كاين بعض الدول الأخرى، لاحظتوا معايا في الحرب العالمية الثانية أن هتلر استعمر دول في واحد الظرف وجيز. تذكرون عندما أراد أن يحتل باريس ماذا قال لجنوده؟ قال أريد أن أشرب فنجان شاي في ظرف ساعة. واحتلت الدول في واحد الظرف وجيز، بينما لاحظوا معي المغرب ماشي ظرف ديال سنة ولا سنة، الحرب العالمية كلها كانت في 6 سنوات، تحتل الدول وتوسع الدول وتراجع الدول، بينما المغرب بالبلد اللي كنا كنشوفوا كيبان ضعيف، تفرضت عليه ضغوطات وضغوطات وتنافسات، ولكن في الأخير باش يستعمروا استغرقوا طبيعة الحال ربع سنة. هذا الجواب يشرفنا نحن المغاربة، يشرفنا. لماذا؟ الجواب البسيط، أن المستعمر واجه مقاومة مسلحة، واجه مقاومة مسلحة، بمعنى لا يوجد شبر واحد من المغرب أنه رحب بالمستعمر سواء كان إسبانيا أو فرنسيا. دائما فرنسا وإسبانيا كانت تجد مواجهة حقيقية لمقاومين مغاربة رغم بساطة أساليبهم، ولكن كانوا يحملون إيمانا قويا. إذا الآن تقلوا واحد الفقرة اللي سميتها المقاومة المسلحة، المقاومة المسلحة. المقاومة المسلحة غادي نأرخوها من 1912 إلى 1934. وبالمناسبة أذكركم، هناك واحد اختلاف منهجي ما بين الكتاب الأحمر وما بين الكتاب الأخضر. فبالنسبة للكتاب الأحمر هذا ديري المقاومة المسلحة في هذا الكتاب، هذا في هذا الدرس، المقاومة المسلحة ديرينا هنا في نظام الحماية للمغرب والاستغلال الاستعمار. بينما الكلام اللي كيقراوه في الكتاب الأخضر
وكياخذوا دروس كتمشي مع المنهجيه ديال الكتاب الاخضر، دايرين المقاومه المسلحه في الدرس الاخير، في الدرس الثالث وهو نضال المغرب من اجل الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه. انا لا اعتقد ان هناك عيب او ان هناك شك، يعني طبعا هي هنا المنهجيه احسن. علاش؟ كاين ضغوطات استعماريه ادت الى الحمايه، كاين تقسيم المغرب. اذا ماذا واجه هذا الاستعمار؟ واجه مقاومه مسلحه، فما كاينش مشكل. وحتى في الدرس الاخر بالنسبه للاساتذه او صاحب الكتاب اللي دخلها في الاخر ما كاينش مشكل، لان دخلها هو في النضال، لان الدرس الاخير نضال المغرب، فاعتبر المقاومه نضال. احنا في كتاب الاحمر جات في الدرس مباشره نتيجه ديال فرض الحمايه ديال المغرب، بغاو يقولوا التمييز بين المغرب ما ربحش يدي، ان مجرد ما تفرضت الحمايه على المغرب فبطبيعه الحال كاينه مقاومه مسلحه، وربطتها اكثر باحتلال المستعمر للمغرب عبر مجموعه من المراحل. اذا نشوفوا هذه المقاومه المسلحه، يعني تقريبا هما اربعه ديال المقاومات. اذا مشينا كذلك للكتاب الاخضر غادي نلقى واحد الجدول كيعبر على هذا المقاومات، كاينه في هذا الكتاب هذا الصفحه 101، صفحه 101 الوثيقه 2، جدول لاهم المقاومات المسلحه للاستعمار، اهم المقاومات المسلحه للاستعمار. وملي كنسمع اهم بمعنى راه كاين مقاومات كثيره، ولكن يعني المؤلفين اتفقوا على اننا ياخذوا اهم بطبيعه الحال اهم المقاومات اللي هي مقاومه قبائل الجنوب والصحراء، قبائل الاطلس المتوسط، قبائل الريف وجبله، قبائل الاطلس الكبير والصغير. هذو هما المقاومات اللي مبرمجين عندنا في الجهوي، سواء في الجهه ديالنا ولا في غير الجهات الاخرى، كلهم متفقين على هذه المقاومات الاخرى، ولكن اذكر انه كاين مقاومات كثيره ولكن اللي هي اساسا اكثر. إذا هذه المقاومات نفسرهم مع الوليدات. إذا أول مقاومة الأولى مقاومة الجنوب، يعني كنقول الصحراء، مقاومة الجنوب بزعامة أسرة ماء العينين، هذه مقاومة بطبيعة الحال حتى الاسم كيبان على انه اسم صحراوي. مقاومة اسرة ماء العين، معناها شخصية ماء العين شخصية مغربية مناضلة، ولكن كان مناضلا ضد الاستعمار، ولكن اللي كيعنينا هنايا هما الاولاد ديالو. اسرة ماء العينين شكون هما؟ احمد الهيبة واخيه مربيه ربو، اسم صحراوي. عطاكم في الكتاب شي كتاب من راسي دايرين التعريف ديال مربيه ربو، دايرين هو ابن احمد الهيبه، ولكن هذا خطا، بالعكس هو الاخ ديالو احمد الهيبه ومربيه ربو هما ابناء الشيخ ماء العينين، اسره الشيخ ماء العينين احمد الهيبه واخيه مربو. اذا هذه المقاومه فين ظهرت؟ ظهرت في الجنوب، ظهرت طبيعه الحال نعاود ندير شي خريطه مصغره، طبيعة الحال كانت نشأني يعني مقاومة قبائل الجنوب بزعامة أحمد الهيبة وأخيه مربي ربو. لاحظتوا معايا المقاومة ظهرت سنة 1912 مباشرة بفرض الحماية على المغرب، فالمغاربة لم يقبلوا بهذه الحماية، وبطبيعة الحال رفضوا توقيع الحماية، فبطبيعة الحال كانت المقاومة ديالها. إذا مقاومة أحمد الهيبة كان غريب في الأمر، إذا المقاومة ظهرت في الجنوب كان المفروض غادي يقول لي التلميذ إذا تسبب غادي تكون موجهة لإسبانيا، لا كانت موجهة للفرنسيين. فالمقاومة أحمد الهيبة في مقاومته هذه اعتمد مثلا على متطوعين من سكان من قبائل الصحراء، على اسلحه شبه بدائيه، بعض البنادق وبعض الاسلحه البيضاء، كانوا يتنقلون على الخيول،
وفكر أحمد هيبة أو خطط لمقاومته أن يدخل مدينة مراكش ويهاجم السلطات الفرنسية بمدينة مراكش. لاحظتوا معايا الرحلة كانت غتكون طويلة من الجنوب من تيزنيت إلى مراكش، فيعني الخطة اللي كانت هي خطة واضحة أنه سيدخل وهو يعرف يعني بأن الجيش الفرنسي بأسلحة متطورة، ولم ينسى الهزيمة التي تعرض لها المغرب في إيسلي ولا الهزيمة التي تعرض لها في تطوان، وهي هزائم كلها فسرناها بضعف الجيش المغربي من حيث الأسلحة من حيث العتاد وحتى من حيث طريقة الحرب. لهذا أحمد هيبة كان يريد أن يباغت الجيش الفرنسي بمدينة مراكش ويأخذ معه حرب ما نسمي حرب عصابات إذا شئتم أو حرب شوارع، ولكن ثقته الزائدة خلقت له مشكل عندما كان يخطط لهذه المناورة أو لهذه المقاومة. كان معه ثلاث قوات مغاربة، قوات مغاربة اللي نذكر منهم مثلا كان القلاوي وكان القندافي وكان المتوكي. هادو يعني عندهم منصب مخزني، لانهم رجال مخزن يعني عندهم منصب قايد. القلاوي كان قايد، القندافي كان قايد، المتوكي كان قايد، وهادو طبيعه الحال فاش كان احمد الهيبه يخطط لهذا المقاومه هادو كانوا معاه، كانوا كيسمعوا ليه، كانوا كيشوفوه. بالعكس اكثر من ذلك باركوا له في المقاومه ووعدوه بانهم سينتقلون الى مراكش وسيهيئون له الظروف ديال المقاومه. للاسف ان هؤلاء الثلاثه اتصلوا بالمقيم العام وابلغوه بما سيقوم به احمد الهيبه، وكان جزاؤهم مثلا القلاوي انه اخذ رتبه باشا في مبان. اذا هذه المقاومه انتقلت من الجنوب في اتجاه الشمال، ولكن الجيش الفرنسي خرج من مدينة مراكش وقابل المقاومة ديال الجنوب في منطقة معروفة وهي منطقة سيدي بوعتمان. هناك دارت معركة بطبيعة الحال 1912، معركة سيدي بوعتمان. وهذه معركة سيدي بوعتمان هي المنطقة اللي كيمشي لمراكش قبل الدخلة ديالها بحوالي 30 كيلومتر، واحد الفيلاج كاين تمايا. وعلاش الجيش الفرنسي اختار هذه المنطقة؟ لأنها منطقة يعني منبسطة، ما فيهاش جبال، ما فيهاش بطبيعة الحال، لا يمكن أن تشكل مجالا لتختبئ به المقاومة. فبطبيعة الحال كأن مثلا معركة إيسلي تكررت مرة أخرى. إذا كانت المبالغة، كانت الخيانة، فبطبيعة الحال لم يكن بالمقاومة ديال سيدي بوعتمان أن تصمد أمام الجيش الفرنسي. إذا كانت الهزيمة، ولكن نحن كمغاربة لا نعتبرها هزيمة، هي فعلا هزيمة عسكرية ولكن نعتبرها نصر. لماذا؟ لأن على الأقل أرسلنا رسالة للفرنسيين بأننا سواء هزمنا أو انتصرنا لن نقبل بوجودكم في بلادنا. لأن هذه المقاومة الأولى. المقاومة الثانية هي مقاومة الأطلس المتوسط بقيادة مجموعة من الزعماء، ولكن سنقتصر على زعيم أهم، بزعامة تاهو كان قائد، حمو الزيان نسبة إلى قبيلة الاسم ديالو موحة وحمو الزيان. موحة وحمو الزيان، يعني أنا كنعطيو بعض أسماء ديال المقاومين اللي كيجيونا في الجهاوي. نسطر على حمو الهيبة، نسطر على أخيه مربيه مقاومين، وغادي نتعلمو إن شاء الله إلا تلاقينا كيفاش نعرفو الشخصيات. كذلك مثلا بحال معركة سيدي بوعتمان من المصطلحات الأساسية اللي لازم فيها، هنا كيجيني زعيم تا هو بطبيعة الحال، كيجيني زعيم آخر وهو موحة وحمو الزياني. هذا موحة وحمو الزياني الذي كان قائدا مخزنيا يعني في منطقة خليفة، وبالتالي تفاوضت معه فرنسا لأن
لا يقاومها وأن يستسلم وأن يساعد عليها عملية الدخول الفرنسي، لكن رفض منصب قائد ورفض كذلك الدخول الفرنسي. لاحظت معايا عفاكم بعض المرات كتعطى كمصطلح والكلام كيفاش كيجاوبونا، كيقول لك المقاومان ينتميان الى ناقص متوسط، فهو شاف ديك الواو يسعى بحمو ودموعها. لا بالنسبه للناس ديال الامازيغ عندنا حنايا فكلمه واو كتعني ابن، مثلا حنا في الشاويه حنايا كنقولوا موحى ولد حمو ولا كنقولوا موحى بن حمو، اذا موحى وحمو شخصيه واحده فقط. اذا بزعامه موحى وحمو الزيان، اذا فين غادي نشوف الخريطه؟ هذه المقاومه غتكون هنا، شلنا هذه في الجنوب، فالمقاومه غتكون تقريبا في الاطلس المتوسط، الاطلس المتوسط النواحي ديال الحنيفره بالضبط. اذا فتا هو من الشكل المقاومه ديالو شكلها من مجموعه من المتطوعين من الرعاه في الجبال طبيعه الحال باسلحه كذلك متواضعه، وهذا خاض حرب مع فرنسا سنه 1914 معركه الهري باش انتهت انتصار مقاومه الاطلس على الجيش الفرنسي، وهذه كانت اول انتصار للمقاومه المغربيه في الاطلس المتوسط. وهنا التلميذ ديالي يمكن يطرح سؤال، استاذ علاش نهزموا هذا وعلاش هذا السيد انتصر؟ هذا سؤال مهم احنا غادي نحاول انا وياكم نناقشوا. لاحظوا معايا السيد انتصر انهزم في المعركه الاولى، ولكن موحى وحمو الزياني طبيعه الحال سيخوض معركه سنه 1914 اللي هي معركه الهري، وسيشكل اول انتصار للمقاومه المغربيه على الجيش الفرنسي. استاذ كيبقى بماذا نفسر هذا الانتصار؟ هنا يا قبيله فسرنا علاش كاين الهزيمه، فسرنا الهزيمه لانه كاين خيانه، كاين كذلك اسلحه متواضعه ما كانش خطه باش نواجهوا بها المعارض. هنا ثاني كطرحوا عليا سؤال، استاذ علاش هذا السيد انتصر هذا؟ اذا راه في نفس الوقت لو بغيتي توقف السيد وقفيه حتى تجاوب راسك، من بعد انا غادي نعطيك الجواب. اذا الجواب الاول ديال السير باش كنذكركم عام 1914، باش كنذكركم؟ حنا الان راه المقاومه مع فرنسا، فاش كتعني هذا 1914؟ كتعني راه الحرب العالميه الاولى خدامه، وفرنسا لقات فيها مشاكل ولقات فيها متاعب. اذا نقدروا نقولوا العامل اللي ساعد ان موحى وحمو الزياني ينتصر في هذه المعركه وهي الصعوبات التي صادفتها فرنسا في الحرب العالميه الاولى. الصعوبات التي صادفتها فرنسا في الحرب العالميه الاولى، راه الحرب خدامه لان بدات في 14. السبب الثاني طبيعه الحال اللي ما ساعدش الهيبه كان عن طبيعه الحال عند موحى وحمو الزياني، اللي هو ياش هو اعتماد الجبال. المعركه غادي تكون في الجبال، غادي تكون في الجبال، اعتماد الوسط الجبلي الواعر في قيادة المعركة. فالجيش مثلا أو المقاومة ديال الأطلس المتوسط لم تواجه الجيش الفرنسي مواجهة تقليدية كما حدث في الحروب السابقة، بل بالعكس دخل معه فيما يسمى بحرب عصابات، وكان الجبال تشكل مجالا للاختباء وللمناورة وللهجوم المباغت. العامل الثالث اللي ساعد الانتصار وهي عدم وجود خيانة. ما تنسوش بأن المقاومة ديال موحى وحمو الزياني راه في راسها شنو وقع لأحمد الهيبة، وعرف الأسباب ديال الهزيمة، فحاول ما أمكن أن يتجنب هذا العنصر، وكان لا يتحدث ولا ينصح إلا مع شخصيات فيها ثقة كبيرة. كذلك اعتمد على المتطوعين، الاعتماد على المتطوعين بأسلحتهم وبمؤونتهم إلى غير ذلك. هذا كان انتصار طبيعة الحال واضح.
ولكن ماذا حدث؟ انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 1918 واسترجعت فرنسا عافيتها وتجاوزت خسائرها، وبعد ذلك عادت لتستكمل التوسع في المغرب. وهنا بطبيعة الحال سنة 1921 بطبيعة الحال هزيمة موحة الزياني، لأنها بطبيعة الحال يعني قامت بتربص له في الجبال وباغتته، ثم استشهد في هذه المعركة. أما أحمد الهيبة عندما انهزم فهو عاد إلى الصحراء ليستكمل المقاومة. الآن شحال عندنا من مقاومات؟ مقاومة الجنوب، مقاومة الأطلس المتوسط. وإن شاء الله إذا ما استمرت الدراسة يمكن أن نضيف شروح أخرى حول هذه المقاومات. المقاومة الثالثة بطبيعة الحال هي مقاومة الريف بزعامة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطاب. إذا ملي كنقول في الريف هي دار هنايا في هذه المنطقة، هذه هي الريف كما وضحنا قبيله. إذا الأولى والثانية عقلوا عليها، هذه الأولى والثانية كانت ضد فرنسا، وهذه بطبيعة الحال موجهة لإسبانيا ونفس الشيء فرنسا. إذا المقاومة ديال الأمير عبد الكريم الخطاب، لاحظتوا معايا من خلال الاسمية سميناه بزعامة الأمير، هذه كلمة الأمير يمكن نسطر عليها بزاف، لأن هذه المقاومة تختلف عن المقاومة الأولى والمقاومة الثانية. إذا ملي كنسمع أمير بمعنى أن هذا محمد بن عبد الكريم الخطاب شنو دار المقاومة ديالو؟ فهو صنع من المقاومة ديالو أو جلبها طابع العفوية، فأعطاها طابع يعني الرسمية، أعطاها الرسمية، فهو قبل أن يدخل في مناورات وفي مقاومة إسبانيا فقد شكل جهازا خاصا به، فهو شكل جيش. لاحظوا معايا قبيله كنا كنقولوا متطوعين، هنا اش كنقولوا؟ المقاومة من ركائز المقاومة، إلا بغينا نقولوا الخصائص ديالها، تأسيس جيش نظامي. لاحظوا الاخرين كنا كنقولوا متطوعين، معنى متطوعين داكشي اللي في الاسلام، غادي لواحد الحرب شكون يمشي جاي في سبيل الله؟ معنى اللي غادي يمشي جاي في سبيل الله راه ملي غتنتهي المعركة اما نصر واما شهادة وثم يعود الى حاله. لا، لاحظوا السيد اسس جيشا نظامي، معنى نظامي له رواتب وله اجور الى غير ذلك. استاذ منين جاو هاد الاجور؟ بطبيعة الحال فرض غرائب شرعية، والشرعية كما قلنا ديك المرة في الإسلام من زكاة من أعشار وغيرها، أن هذا الشيء اللي غادي يعطيو الناس كيعطيو المؤسسة ديال عبد الكريم وهي اللي غادي تدبر به الشؤون ديالها. بطبيعة الحال دار كذلك جهاز إداري كيترأسه هو، يترأسه عبد الكريم الخطابي، ودار وزراء مثلا. لاحظتوا معايا كأنه كيأسس الدولة وأعطى نفسه لقب ديال الأمير. إذا لاحظتوا معايا كذلك جلب أسلحة حديثة وصنع أخرى محليا. الأسلحة الحديثة قد اشتراها من إنجلترا وبعض الدول أخرى، وبعض الصناعات كانت محليا. مثلا صنع ما يسمى بالقنابل المسيلة للدموع، القنابل المسيلة هذه صنع من الفلفل حار، كذلك صنع المتفجرات من الكربون، هذه أدوات محلية تم صنعها بالإضافة إلى أسلحة أخرى. إذا هذه كلها عوامل اللي ساعدوا أكثر من ركائز أكثر، وهو اعتمد كذلك على الوسط الجبلي الوهم اللي هو بطبيعة الحال جبال الريف، وجبال الريف ربما هي أكثر تعقيدا في بنيتها الجيولوجية من باقي الجبال الأخرى. كل هذه العوامل خلقت لنا مقاومة منظمة، كلها كتعطينا مقاومة منظمة، عكس أخرى سميناها مقاومة
عفويه. فهذه المقاومه هي اللي خلاتني ندخل في مواجهه الاسبان، وبالتالي طبيعه الحال مواجهه اسبانيا، وهذه المواجهه انتصر عليها في معركه مشهوره، معركه انتصار بن عبد الكريم في معركة أنواب 1921. عفاك نسيت واحد القضية ما قلناهاش، هاد المقاومة ديال الأطلس كتبدا من 1914 وكتنتهي في 1921، هذه ديال محمود الزيان، لأن انتصر في معركة الهري واستشهد سنة 1921. شوفوا الغريب في الامر ان في نفس الوقت كتسالي مقاومه كتظهر مقاومه اخرى. في 1920 عبد الكريم الخطابي ينتصر على الاسبان في معركه شهيره وهي معركه انوار، وطبيعه الحال يمكن نقرا واحد النص باش تشوفوا معايا القيمه ديال هذه المعركه. هذه الصفحه 102 في حساب الخضر عفاكم، وارجوكم دائما هناك ارقام على حساب المنتمى، تبعوا معايا النص وصافي وخصكم تقلبوا عليه. عندي واحد الوثيقه نتائج معركه انوار، شوفوا معايا القيمه عفاكم ديال هذه المعركه. سلاح المعركه والرياف الان كيحصيو في النتائج، وحصل الريفيون على اكثر من 20,000 بندقيه. الجيش الاسباني انهزم ومشى في حالته، شوف واش خلى. حصل الريفيون على اكثر من 20,000 بندقيه و 400 رشاشه، الرشاشة اللي كيطلق واحد العدد ديال الرصاصات، و 400 رشاشة و 129 مدفع، 129 مدفع، الصبريون خلو، اللي مات واللي هرب، وعلى مستودعات الذخيرة والمؤن ديال الماكلة اللي كانوا جايبين معاهم، وعلى مليون رصاص، ها باش تحسب مليون ما يوم لولا، وعلى مليون رصاص، وعلى عدد كبير من السيارات والشاحنات والقاطرات، وذلك نتيجة استيلائهم على أزيد من 100 موقع عسكري. وكانت هذه الهزيمة هي الأداة التي أعطت لمحمد بن عبد الكريم الإمكانيات لتنظيم الجيش بعتاد حربي لم يكن بإمكانه اقتناؤه. الحقيقة بحال عبد الكريم تسلح من جديد، أسلحة أخرى ولات في يده، فضلا عن ارتفاع معنويات أنصاره والثقة في الظفر مجددا، ومع الصورة ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي. إذا هذا الزعيم الذي انتصر في معركة أنوار، لاحظوا معي شنو الآفاق ديالو، ولا كيفكر على أنه ما غاديش يقتصر على مهاجمة الإسبان، بل علاش ما يمشيش مثلا ينزل لفاس؟ شكون كاين في فاس؟ كاين الفرنسيين. فلاحظوا المقاومة ديالو ما بقاتش موجهة للإسبان، بل أصبحت موجهة للفرنسيين. وهنا الفرنسيون شعروا بأن عبد الكريم أصبح يشكل خطر عليه، فتحالفوا مع الجيش الإسباني، ويقال بأنهم استوردوا بعض الأسلحة الكيماوية وقاموا برميها من الطائرات على الريفيين في المناطق الجبلية، وقتل عدد كبير من الريفيين. وهنا اضطر محمد بن عبد الكريم إلى أن يسلم نفسه، ليس خوفا من الاستعمار، ولكن مخافة من إبادة السكان ديال الريف. ومن هناك سلمته أو أخذته فرنسا، ورمته أو عفوا نفته إلى إحدى الجزر بإفريقيا، وهي جزيرة لارينيون، يعني في أقصى جنوب ديال إفريقيا في الجهة الشرقية، جزيرة لارينيون. ثم ظل هناك، ثم أرادوا أن يعيدوا إلى فرنسا عبر الباخرة، وفي كنظن في توقفت السفينة في قناة السويس، فكانت فرصة ليفر إلى مصر، واستقبله القادة المصريين، وظل في مصر إلى أن حصل المغرب على الاستقلال. تقدمت له دعوات ليعود إلى المغرب، أعتقد أنه رفض، وظل هناك إلى أن توفي سنة 1962، وهو الآن مدفون بالقاهرة. إذا هذه المقاومة الثالثة.
نمشيو نشوفو المقاومة الأخيرة. هي المقاومة الرابعة، وقلت أن هناك عدة مقاومات، مقاومة الأطلس الكبير والجنوب الشرقي والجنوب الشرقي، يعني اللي كنقول الأطلس الكبير هنا الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير هو اللي بطبيعة الحال تحت هنايا، والجنوب الشرقي، والجنوب الشرقي نقدر نعطي بعض المدن مثلا والزازات بحال زابورة، ميدات هذه كل مناطق كتنتمي لهذه المنطقة اللي تزعم هنايا كاين مجموعة من الزعماء بزعامة عسو غسلان، عسو بسلان هذا كذلك مقاوم عفوي، طبيعة الحال استطاع أن يجنن مجموعة من المتطوعين وأن يقاوم الفرنسيين وانتصر عليهم في معركة بوغافة، انتصار على الفرنسيين في معركة بوغافة، بعض المرات كنقراوها بوغافة غير منديروش بوغافة، هي معركة شهيرة انتصر فيها عسو بسلان على الفرنسيين. مرة أخرى أقول يا أستاذ شنو السر في هذا الانتصار ديال هذا السيد؟ هذا تقريبا كنشبهوه مع العينين، كنشبهوه وحامو الزياني، يعني مقاومة عفوية. فعسو بسلان استفاد أكثر من واحد الموقع رائع في المغرب. لاحظتوا معايا لأن الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي شنو كاين؟ كاين الجبل وكاين الصحراء. فطبيعة الحال هو يباغت الفرنسيين ولا يقوم بمواجهة ولا هو استفاد من أخطاء المعارك السابقة، وده أن يقوم بعملية ديال المباغتة ويباغي الفرنسيين في فصل الشتاء، يتوجه إلى الجبال، يفر إلى الجبال ديال الأطلس ككود الثلوج، يصعب على الفرنسيين ملاحقته، وفي فصل الصيف يفر نحو يباغتهم ويفر نحو الصحراء فيصعب على الفرنسيين متابعته. ولكن في الاخير يعني جندت له الفرنسيين يعني ما يقرب من 80,000 ديال الجنود من المستعمرات ومن غيرها، واستعملت كذلك الطائرات ودخلت معه في حرب غير متكافئه وسلم نفسه، وبذلك تكون اخر مقاومه. اذا جمعنا المقاومين قلنا كتبدا من 12912 حتى 1934، شلنا فيها واحد مجموعة ديال المقاومات. إذا هذه المقاومات برا، دابا غادي ندير واحد المنهجية عافاكم، نشوفوا فاش كيتلاقاو هادو. إلا جاني واحد السؤال هو مهم يجي علاش لا، ولكن نعطيه حقه. شنو الخصائص ديال المقاومة المسلحة؟ خصائص المقاومة المسلحة. نشوفوا دابا دابا عطيناهم مرة، دابا فين كيتجمعوا هاد الربعه هادي؟ يمكن خرجوا جوج، يمكن ثلاثه، يمكن اربعه، على حساب الخاصيه الاولى في مداركم. اذا انت عرفت معايا وانا كنشرح في هذوك المقاومات وحده جوج ثلاثه اربعه، الخاصيه الاولى انها كلها مقاومات قامت في المناطق القرويه، ما سمعناش ولا مدينه واحده، لاحظتوا معايا في الجبال وفي الصحراء. اذا الخاصيه الاولى مقاومات شملت المجال القاري، هذه الخاصية الأولى كيتجمعو فيها الربعة. فين كيتلاقاو ثانيا؟ كلها مقاومات عفوية، مقاومات عفوية باستثناء مقاومة الريف، أنا ما نقولكم أربعة، ثلاثة عفويين يعني ماشي نظاميين. الخاصية الرابعة كيتلاقاو في كل منهم اعتمدوا على الوسط الطبيعي، الاعتماد على الوسط الطبيعي في مهاجمة المستعمر. يعني شنو هي الوسط الطبيعي؟ شنا الجبال وشنا الصحراء. الجبال استعملوا عبد الكريم الخطابي، استعملوا محمد الزياني، والصحراء شنا مع الهبه وشنا مع عسو بسلان. كذلك الاعتماد على أسلحة متواضعة باستثناء ديال الريف، على أسلحة متواضعة ومتطوعين. شنا
شفنا كذلك تحقيق انتصارات. أنا نذكر ثلاثة انتصارات، نبداوها بالهري 1914، تبعوها مثلا ديال الأنوار 1921، وتبعوها ديال بوكافر 1933. إذا هذه عناصر بطبيعة الحال مشتركة. ولو دابا عندي ستة، إذا اتباع أسلوب حرب العصابات، بمعنى فهموا شنو واقيل، ما بقاش ضروري نواجه المستعمر مباشرة، ولكن انتبهوا معنا حرب العصابات هي فرون وكرهون، معنى خصني نتابع نبارك العدو في واحد الظرف معين، في واحد الزمن معين، في واحد المكان معين، وفي الوقت اللي كيصعب عليا أنني نبارك وكنعطي اعتزال. إذا هذه خصائص حفظكم انتبهوا يا مزيان، ما كاين لا في كسر خطر لا في حمار لا في دروس، بل الدروس كلها دايرين كل مقاومة بوحدها، ولكن في الأخير كيجيك سؤال ماشي أنا بغيت تخسروا أنا بل جا أكثر من مرة، فهذا السؤال أش كيعطيك؟ كيقول قريتي مقاومة فرعة، فبغيت نعرفك فين كيتلاقاو، فين كيتلاقاو هاد المقاومة؟ سمحوا لي نزيد السابعة، علاش لا؟ علاش السابعة؟ قيادات للمقاومة. للمقاومة بمعنى كل مقاومة جبتها إلا وعند زعيم، ما فيها بأس. نبدأ بالهيبة ثم الزياني، وهذا نقولوا الزياني ماشي الزياني، لأن الزياني نسبة ولاد زياني، هذا الزياني وهي قبيلة من قبائل ديال بنو أمازيغ. إذا كاين الهيبة كاين الزياني، قلنا كذلك بن عبد الكريم الخطابي، بن عبد الكريم الخطابي باش نذكركم بهم وصافي. وقلنا عسوب اسلام، عسوب اسلام غنلقاو في الملخص شخصيات اخرين، لان ملي تقتل او ملي تستشهد حمو الزياني راه صافي ماشي سند المقاومه، راجا جا واحد اخر غنلقاو في الملخص، انا غير ما بغيتش نكثر عليكم. اذا لاحظتوا معايا القيمه السبعه ديال الخصائص المشتركه ما بين هاد المقاومات. اذا الان نمحي هادشي ونشوف الفقره ديال الاستغلال. شنو الأسئلة اللي كتجيني في هاد الفقرة؟ كيجوني سؤالين لا غير، أشكال ومظاهر الاستغلال، أشكال أو مظاهر الاستغلال، مظاهر الاستغلال، والسؤال الثاني بطبيعة الحال نتائج هذا الاستغلال. لكن كنعطيو الأسئلة باش التلميذ ملي بغي يراجع في الدار يعرف شنو هي نوع الأسئلة اللي ممكن يطرحوها. وديال ما مخبين عليكم والو، ديال الاسئله اللي ممكن تجي، الا سولني عن الاستغلال جوج حوايج، فين كيبان له استاذ الاستغلال، يعني الاشكال، اما يقول لي اشكال او مظاهر، ومن بعد استاذ ملي هاد الناس استغلونا شنو كانت النتائج على المغرب. هاد سؤالين واضحين في هاد العمليه هادي. اذا ما معنى الاستغلال؟ هاد الناس بدا طرحوا هاد السؤال هما لا جاو المغرب، لا المغرب ولا غير المغرب، وما اساسا عرفنا الامبرياليه، شنو هي الامبرياليه؟ هي حركه استعماريه توسعيه كانت تهدف الى الحصول على اسواق خارجه وراء البحار، لا اشهر الاسواق لجلب المواد الاوليه التي تحتاج اليها صناعتها، لصرف فائض الانتاج، للتخلص من الفائض البشري في الطبقه ديال البروليتاريا، كذلك لجلب المواد الاوليه كما قلنا، وللتخلص من ازماتها الاقتصاديه. إذن هذا هو الاستغلال. الناس ما جاوش حبا في المغرب ولا في الجزائر، بل عندهم اهداف معينه، ونشوفوها هنايا بالشكل اللي غادي نشوفوها هنايا دابا الان. اذا نمشيو للاستغلال ونشوفوا الاشكال ديالو. اذا نمشيو معكم للكتاب الحمر اذا بغيتو معايا. غادي ناخذ واحد الوثيقه واضحة بشكل أكبر، هي هذه كتاب الحمار صفحة 96 طبعة جديدة. عندي واحد الخطط هنايا، لاحظتوا معايا هنايا العنوان واضح، أرصدوا
مظاهر الاستغلال الاستعماري، واستنتج بعض انعكاسها على المغرب. هذا هو السؤال اللي طرحت انايا. لاحظتوا معايا مظاهر او اشكال الاستغلال، هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني استنتج بعض انعكاساته، وديما الانعكاسات كما اتفقنا كتكون سلبيه، معناها النتائج. اذا حنا عندنا جوج ديال الاخبار، غادي نشوفوا بعض الاشكال ديال الاستغلال. هي الاولى نعيدوها، اشكال الاستغلال. اذا عطينا الوليدات هذه الاشكال اللي تبعثوا معايا في الخطط، كتعلق باش بالجانب الاداري، ان فرنسا استغلت المغرب اداريا. لاحظتوا معايا شنو كاين؟ كاين هنايا الاداره في المغرب خلال فتره الحمايه، كاين الاداره المغربيه والاداره الفرنسيه. الاداره المغربيه والاداره الفرنسيه. جايين في الاداره المغربيه السلطان، اذا السلطان ما تحيدش، اللي اتفقنا قبيله في الحمايه ما تحيدش، ولكن اش خلوا ليه؟ احتفظ بالسلطه الدينيه. معنى السلطه الدينيه كيقول لي سير صلي وجي في حالاتك، السلطه الدينيه. ويوقع ويمضي على الضرائب، معنى الضرائب هو ذاك المنصوب اللي كتصايبو فرنسا، كيجيبوا لك يقول ليه وقعي، معنى ملي غادي يوقعوا كان السلطان اللي يصدروا. يلا لاحظتوا معايا السلطان هميشا، راه جهاز صوري بقى ولكن لا قيمه له. الصدر الاعظم، لواحد المره قلنا بانه يعني يمثل ما يسمى بالوزير الاول. اش خلاو ليه؟ يشرف على الاداره المغربيه، غير كيشرف. والوزراء اش داروا ليهم؟ حذفت اغلب الوزارات ولم تبقى الا وزاره العدل والاوقاف. الوزارات اللي كنا شفنا ديك المره، وزاره الماليه ووزاره الدفاع ووزاره الفلاحه، حتى حذفوا هاد الوزارات. شحال خلوا للمغاربه؟ جوج ديال الوزارات، وزاره العدل والاوقاف. غتقول لي علاش خلوا لهم هاد الوزارات؟ لان وزاره العدل ما كتهموش. وزاره العدل هي المحكمه، هي القضاء. واحد دار مع مرتو مشغولش فرنسا، سير القضاء. واحد مخاصم مع خوه على الارث مشغولش فرنسا. وزاره الاوقاف كتقلب على الشؤون الدينيه، صلي ما تصليش، صوم، راه هذوك الناس ديالكم هما كيعرفوا. الوزراء قلنا حذفت جميع الوزارات، الباشاوات اللي هما في المدن والقوات اللي في القبائل يخضعون للاداره الفرنسيه ويقومون بجبايه الضرائب. هذا راه قيد مغربي، باشا مغربي. باش تكون قيد او تكون باشا في فرنسا خصك تخضع للمستعمر ماشي للمخزن ديالك. واكثر من ذلك هما اللي كانوا كيجمعوا الضرائب اي الجبايات لصالح فرنسا. هذا لاحظتوا معايا اهم هذه الاداره المغربيه باقة ولكنها سوريه وتخدم المستعمر. الاداره الفرنسيه بالعكس، المقيم العام اللي قلنا قبيله، المقيم العام يمثل الجمهوريه الفرنسيه قلت لكم قبيله، يسير المصالح الاداريه والعسكريه، يصدر القوانين ويصادق عليها، يصدر القوانين ويديها للسلطان يوقع باش تخرج باسم السلطان. اذا اللي كيحكم حاكم الفعلي في المغرب هو المقيم العام. كاين الكاتب العام يشرف على جميع الادارات فرنسي. المديرون فرنسيون يرأسون المصالح الكبرى من ماليه وداخليه وتعليم. قائد المنطقه يعني قسموا المغرب الى مناطق عسكريه والى مناطق مدنيه. المناطق العسكريه هي فاس مكناس، مراكش اكادير، ومناطق مدنيه هي الرباط والدار البيضاء ووجده. المناطق العسكريه على سموها عسكريه، بعض المناطق اللي مازال ممكن يكون فيها تمرد، مناطق اللي كيكون فيها فوضى، هذه خلوها مراقبه عسكريا. والمدن اللي حسوا بها انها ارتاحوا منها بحال الرباط، الدار البيضاء ووجده، اعتبروها مناطق مدنيه فعينوا لها جهاز اداري. اذا هذا لاحظتوا معايا اذا كاين استغلال اداري، فين كيبان الاستغلال الاداري؟ تهميش الاداره المغربيه. دابا واضحه غادي نمشيو لها وحده وحده. اذا الاستغلال الاداري، الاستغلال الاداري شنو هو؟ تهميش الاداره المغربيه وتسخير بعض اطرها. هنا عطيت مثال ديال القوات والباشاوات لخدمة مصالح المستعمر. وهنا عندي واحد النص رائع تحت هذه الخطط هذه،
لاحظتوا معايا واحد الخطه ماشي مهمه، مطلوبش من التلميذ انه يحفظها، ولكن اللي فيها كله هو الشيء اللي درناه هو هذا. لاحظوا واحد النص جدا النتيجه منذ ابتعاد يوطي سنه 1925، ان اليوطي راه هذاك المقيم العام، راه ماشي كنقولوا راه غادي يحكم المغرب في جميع الفترات، راه بشر، راه كل مره كيغيروا مقيم عام. بدأ نظام الحمايه يتخذ شيئا فشيئا شكل الاداره المباشره. عقلوا البيداش قلت لكم قبيله على المفهوم ديال الحمايه، قلت المفهوم ديال الحمايه ان المستعمر يكتفي في يكتفي بالمراقبه. دابا شنو هو دارو؟ ولا الاداره مباشره، ولا بحال الجزائر، اصبح المقيم العام يامر الحكومه الشريفه باتخاذ القرارات التي يريدها. شكون هو يريدها؟ المقيم العام ليس السلطان. وصارت القوانين التي تعدها المكاتب التابعه للاقامه العامه بعد توقيعها من طرف السلطان عباره عن ظهائر وقرارات وزاريه اذا وقع الصدر الاعظم، بل ان الاقامه العامه كثيرا ما تجاوزت المخزن واصدرت قرارات بشكل مباشر، فكانت لها سلطات مطلقه لا تحد منها الا توجيهات الحكومه الفرنسيه. اذن في النهايه شنو هو الاداره كيفاش ولات في المغرب؟ الانتقال من نظام اذا الحمايه، هذه النتيجه المهمه، الحمايه انتقلت من المراقبه الى الحكم المباشر، الى الحكم المباشر، لانه ما عندهم علاش قالوا لنا الحمايه، خويا راه نخلي السلطان براسو والقيد في بلاصتو والمخزن في بلاصتو، انتم المغاربه عندكم مجموعه ديال المشاكل، تفرضت عليكم ضغوطات ما قدرتوش تسيدوا رؤوسكم، اذا حنا خير منا غادي نجيو غير باش نحميكم، لان الحمايه جايه من نحميك، شي ولد صغير وما كيعرفش يمشي، غادي ندير ليه واحد الدراجه اللي تمشي،